مديونه قد ايه؟ هو شوف كلمه مديونه، في ناس تقول لك طب اشمعنى الجامعه ما كانتش مديونه قبل كده؟ ودي صحيح. يعني الجامعه عمرها ما كان ظهر فيها ان هي مديونه. شوف يا سيدي، الجامعه لها موازنه ولها موارد ذاتيه. الجامعه لها موازنه من الحكومه كانت سنه 2013 مليار و400 مليون. مليار و400 مليون. ده بالظبط 90% منه اجور ومكافآت. ال 10% باب سادس معرفش ايه، صعب التحرك فيه قوي. كانت الميزانيه ديتي، كانت الميزانيه ديتي مليون. كانت الميزانيه ديت مليار و400 مليون بتكفي الجامعه ست شهور. يعني في 31 يناير ما يبقاش في ميزانيه الجامعه ال 90% مليم خالص خالص، لا اجور ولا مكافآت ولا اي حاجه ولا اي حاجه. فتبدا الجامعه الست شهور الثانيه من 1 فبراير ل 30/6 تصرف منين؟ من مواردها الذاتيه. لانه جامعه زي جامعه القاهره مواردها الذاتيه متنوعه كتير كويس، بس كانت مواردها الذاتيه تيجي اول باول. ولو انت فاكر، ولو انت فاكر احنا عملنا اجتماع اول الاول اللي عمل الدراسه 2013 وانت حضرته، كانت المشكله ايه؟ ان الاساتذه ان الاساتذه مش راضيين يدرسوا في التعليم المفتوح، مش عارفين فلوس، ده اداره الجامعه بتاخد كل حاجه واحنا ما بناخدش حاجه. ايوه انا فاكر، فاكر الموضوع ده. لك انت بتاخد ربع مليون جنيه في الشهر. بقى لا مش انت اللي بتاخد، رئيس الجامعه بياخد. رئيس الجامعه ايوه، مش هم قالوا لك بوظفك رئيس الجامعه. ايوه ايوه بالظبط تمام. لا لا، فالمهم بقى يا جماعه، لا هو هو يعني مكان، يعني ده اللي كان عندنا كاساتذه جامعه في اللحظه دي، كان عندنا ارقام كبيره واحنا مش عارفين حقيقتها. فلما رحنا للدكتور جابر الحقيقه احنا تعاطفنا معاه، يعني تعاطفنا معاه، قلت له ما فيش. فالمهم تقعد الجامعه بقى تصرف من اللي جاي من التعليم المفتوح، اللي جاي من الاستشارات، اللي جاي من الكذا، اللي جاي تصرف اول باول، اللي يجي اول باول. طيب يبقى انت من 1 فبراير ل 30/6 بتصرف من مواردك الذاتيه. لما حصل الاعتصام 62 يوم ما دخلش موارد ذاتيه. لما حصل الاعتصام 62 يوم توقفت ضخ اموال داخل الجامعه. فبدات الجامعه تسحب من تستلف 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 منين بقى؟ استلفوا 90 مليون جنيه من صندوق الخدمات الطبيه. انت سعادتك مؤمن عليك في صحيح. انت مشترك في نظام التامين الطبي، بتدفع من مرتبك كل شهر، شهر كذا، ولما تكون معار بتدفع مبلغ في اخر السنه صحيح. علشان تتعالج على نفقه الصندوق ده. فسحبوا منه 90 مليون. وصندوق الزماله اللي هو مكافاه نهايه الخدمه لاعضاء التدريس اللي سحبوا بتدفع منه له. بقى اللي بتدفع له 36 مليون. يبقى 126 مليون، 126 مليون. والباقي كان كان ديون للمقاولين اللي بيعملوا صيانه في الجامعه. ولذلك توقف المقاولون عن العمل من 1 فبراير في الجامعه كلها. ما كانش فيه، كان كل حتى كان فيها من الليك لما رحت شفتها كان فيها لمؤاخذه خط صرف طوله 100 متر كانوا عاملين خب على زي مثلا. بدانا نشوف انماط صعبه جدا. يعني مثلا انت كنت فاكر ان احنا كان الاجتماع اللي احنا عملناه ده بالنسبه للتعليم المفتوح. كان في 90,000 طالب في التعليم المفتوح، كويس؟ صحيح. كانوا بيضخوا اموال ضخمه جدا في التعليم المفتوح. كتير. ضخمه. بيسجلوا 4 مرات في السنه. انما كان التعليم المفتوح ما فيش فيه ولا مليم. طب فين الفلوس؟ كان بيروح الفلوس بتتصرف. خد بقى لوائح فاسده وفاشله ومهدرة للمال العام. يقول لك رئيس الجامعة كل طالب يسجل ياخد عليه 3 جنيه على الراس، 3 جنيه. فلو انت جيت قلت ان عندي 90,000 طالب بيسجلوا 4 مرات في السنة، يبقى 360,000 تسجيل في 3 جنيه، يبقى انت بتتكلم في 1.25 مليون. مثلا ادبان كده دكتور، ده علشان كده انتوا كنتوا، عشان كده كان اساتذة الاعلام بالذات اساتذة الاعلام بالذات كانوا ايه؟ وقفوا في تدريس اوقفوا البرنامج، قالوا مش هندرس. صح؟ صحيح. وقعدت معاكم زودنا مكافأة الأساتذة 25% مرة، وبعد كده 33% مرة. ولذلك على الرغم من إيه؟ على الرغم من إنه، ولذلك بدأنا بقى نلغي كل ده. كان في مثلا الجامعة يقول لك إيه؟ حضرتك جيت لدكتور بعد سنتين من 25، يعني 2011. الوقت صعب جدا. لا 2011 2012
كانت الحكومات بتقدم رشاوي للكل، احنا خدنا مكافآت ضخمه جدا، فلما جيت اول سنه لا احنا منعنا كل ده، قال لك بس لا ما فيش ده اللي كان عامل غضب. ما شوف انا دلوقتي كان شوف الـ الاصلاح في جامعه القاهره قام على افكار بسيطه قوي. هو الفكره دي هي جت في الاول، احنا لما